قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة بمناقشة سياسة الحكومة في التوظيف، الذي تقدم مجموعة من النواب بطلب لعقدها الأحد المقبل، مبينا أنه لا يعتقد بأن الحكومة ستحضر الجلسة لعدم التنسيق المسبق معها بشأنها. بالنسبة لجدول أعمال الأسبوع القادم، أولا وجدت دعوة للنواب لجلسة خاصة يوم الأحد بناء على طلب مقدم من مجموعة من النواب وفق المادة 72 اللي تعلق في موضوع التوظيف وغيره. طبعا أنا راح حضرت تبعت الإجراءات اللائحية وفق حسب تصريحات الحكومة وما بلغتني فيه، ما أعتقد الحكومة راح تحضر لأنه ما كان بناء على تنسيق مسبق كما حدث في الجلسات الخاصة. أعتقد الكل عارف يعني الجلسات الخاصة اللي تقدم إن كانت بتنسيق تحضر الحكومة، إن لم تكن بتنسيق ما تحضر الحكومة، لكني سأوجه الدعوة وسأحضر صباح يوم الأحد. أما بالنسبة نتكلم عن جدول أعمال المجلس أو الجلسات التي نعلم أنها ستعقد، وجهت دعوة لجلسة خاصة يوم الأثنين أدرج فيها العديد من القوانين بناء على قرار من مكتب المجلس. أيضا سيكون أو ستكون هناك دعوة أخرى يوم الخميس لمجموعة من القوانين الأخرى أو بعض القوانين التي أو اللي يمكن ما نلحق نخلصها يوم الأثنين، لكن يوم الأثنين القوانين اللي ستكون مدرجة المداولات الثانية لقانون تعديل قانون المناقصات ولتنظيم التأمين، وكذلك العديد من القوانين اللي قد لا تستغرق وقت كثير يعني فيها تعديل مادة أو مادتين، وبعض القوانين اللي فيها نقاش يعني عدد أقل، فقد يستغرب البعض العدد الكبير للقوانين لكن في بعضها يعني هي تعديل مادة أو مادتين. المهم القوانين هي حقوق المؤلف وأيضا تعديل على قانون الشركات وقانون مراقبي الحسابات والقانون المتعلق بالشهادات المزورة وأيضا تعيين أعضاء هيئة التدريس وأيضا قانون الجامعات الحكومية، وسنناقش إن شاء الله إن أمكن يوم الأثنين قانون المحاماة يعني في جزئيتين في موضوع خريجي الشريعة، يعني هذا اللي سيتم التصويت عليه في الجلسة. بقية المواد أعتقد أغلبها حصل عليها يعني توافق. القوانين الأخرى يفترض إن شاء الله يعني إذا يعني ديرت الجلسة إن شاء الله بتعاون النواب نستطيع أن ننجز هذه القوانين، ومثل ما قلت إذا كان في قانون ننجزها مو شرط أن نقرها كلها، يعني ننجزها ننتهي منها سواء بإقرارها مداولتين أو بإقرارها مداولة أخرى أو بإعادتها إلى اللجنة، هذه دائما قرارات مجلس. يوم الثلاثاء والأربعاء راح يكون مخصص للميزانيات، ويوم الثلاثاء بعد الانتهاء من البنود الأساسية الرئيسية أيضا وفق قرار المجلس في الجلسة الماضية ستكون هناك ساعتين لمناقشة استعدادات الدولة فيما يتعلق في الدفاع المدني والداخلية والدفاع بناء على طلب المجلس وموافقة الحكومة. يوم الأربعاء ننتهي من قوانين الميزانيات اللي ما نكون ما خلصناها يوم الثلاثاء والمجموعة الأخرى، والخميس إن شاء الله مجموعة من القوانين سواء اللي ما ننتهي منها يوم الأثنين أو أي قوانين أخرى وفقا لقرار مكتب المجلس الذي سيعقد إن شاء الله بعد الجلسة. بعد جلسة القوانين في يوم الأثنين سنعقد اجتماع ونحدد على أساسه بناء على ما يتم الانتهاء منه يوم الأثنين.